السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف العاشر في حصتنا الجديدة من حصص الرياضيات، وقد تعلمنا بالحصة السابقة كيفية إيجاد مساحة القطاع في الدائرة وطول القوس. قد تعلمنا كيفية إيجاد مساحة القطاع، هون عندي قطاع في الدائرة، تعلمنا كيفية إيجاد مساحة هذا القطاع وكيفية إيجاد طول هذا القوس عن طريق حساب الكسر الدال على هذا القطاع وضربه في مساحة الدائرة إن كان يريد مساحة القطاع، وفي محيط الدائرة إن كان يريد طول القوس. اليوم بإذن الله راح نستنتج مع بعض أو نتعلم وبدنا نحفظ قانون مباشر أطبق عليه إذا طلب مني طول القوس ومساحة القطاع. إذا كثير مهم اليوم بدي أحفظ مع بعض قانون طول القوس ومساحة القطاع، عشان إذا طلب مني أي قطاع أوجد طول القوس أو مساحة القطاع أوجدهم بشكل سريع وسهل. إذا بس نعرف مع بعض، إذا كان عندي قياس الزاوية، بنزلها ثيتا، هي قياس الزاوية، هاي دلالة على قياس الزاوية، وطول نصف القطر ر آر. يعني إذا هاي دلالة على قياس الزاوية بسميها ثيتا، الزاوية ثيتا، قياس الزاوية هذا الشكل اللي هو اسمها ثيتا. عندي R اللي هو نصف القطر، R هو نصف القطر، وراح نعبر عن مساحة القطاع بال، مساحة القطاع بالحرف ال، وعندي طول القوس بال، ال هو طول القوس، ومساحة القطاع بالحرف ايه. إذا كل المطلوب يكون عندي قطاع معروف الزاوية تبعت القطاع ومعروف نص القطر. إذا كل المفروض يكون أنا أعرف عشان أقدر أوجد طول القوس ومساحة القطاع هو زاوية القطاع ونص القطر. زي ما بنلاحظ هنا، هي زاوية القطاع اللي هي سميناها ثيتا، هذا رمز اسمه ثيتا، هي زاوية القطاع وهي نصف القطر R، نصف القطر إذا كل لازم أعرفه أنا زاوية القطاع ونصف القطر، اللي هو R. هلا هون عندي هذا هو هذا القوس، رمزنا له حرف L، رمز هذا القوس رمزنا له حرف L. اليوم بدنا نعرف مع بعض كيف بدي أوجد طول القوس ومساحة القطاع مع بعض. طول القوس رمزنا له L، يساوي ثيتا قياس زاوية القطاع مقسومة على 360 ضرب 2 باي R، R اللي هي نصف القطر، إذا هذا حفل طول القوس يساوي زاوية القطاع على 360 ضرب 2 باي مضروبة في R اللي هي نصف القطر. مرة ثانية، طول القوس رمزنا له R يساوي زاوية القطاع مقسومة على 360 مضروبة في 2 باي R اللي هي R حكينا نصف القطر، R نصف القطر، هي R هون تساوي نصف القطر. ايش كمان عندي هون؟ ثيتا زاوية القطاع، وعندي حكينا L طول القوس، و A مساحة القطع.
اذا نحفظه عشان نطبق عليه مباشره. طيب كيف بدي اوجد مساحه انقطاع؟ حكينا مساحه انقطاع ايه تساوي برضه زاويه انقطاع على 360 ضرب باي ار تربيع، اللي هو ار اللي هو نصف القطر تربيع. زي كانه هون ضربنا الكسر اللي قال على القطاع في مساحه هون محيط الدائره وهون مساحه الدائره، لكن جمعناهم قانون واحد 2 باي ار من محيط الدائره R باي تربيع باي تربيع اللي هي مساحة الدائرة. بس احنا حفظناهم هذول القوانين، هذول القوانين حفظ مهم جدا جدا جدا، طول القوس مساحة القطاع بكتب القانون وبطبق. هلا عندي قيمة باي، قيمة باي هي تساوي 3.14%، قيمة باي تساوي 3.14%، لكن المطلوب منا احنا نوجد بدلالة باي. باستخدام الآلة الحاسبة ممكن انه انا ابسط للجواب النهائي، لكن يا ناس بالامتحان بحل المسائل انا بطلب منكم بدلالة باي، بطلب منكم السؤال دائما بدلالة باي. إذا عندي مثال أنا بدي إياه، ما بدي تكتبوا لي إياه على الآلة الحاسبة، أنا بدي أغيره أكتب بدلالة باي. لكن باي هي قيمتها 3.14%، لكن أنا ما بدي أعطوها بدي بدلالة باي، أهم شيء تكون عارفين القوانين وكيف أطبق عليها. عندي مثال صفحة 46 بده طول القوس ومساحة القطاع، هي عندي كتاب بده طول القوس والمساحة، أنا بدي إياها بدلالة باي. أول شيء بكتب طول القوس، إيش حكينا طول القوس تساوي L، عوضنا عنه L، طول القوس اللي هو L تساوي زاوية انقطاع على 360 ضرب 2 باي ار. طيب 2 باي ار، أول شيء عندي ثيتا كم تساوي؟ الزاوية تساوي 28. طيب ار كم تساوي؟ اللي هو طول نص القطر، ار تساوي 5. طيب بدي أعوض بس L تساوي زاوية 28 على 360 ضرب 2، 2 R، خلي باي لحالها، 2 R، 2 R يعني 2 ضرب 5، أنا بدي إياها تكون في دلالة باي، تساوي 28 على 360 ضرب 10 باي، ضرب 10 باي بتصير يعني بالآخر 280، بضرب ال 10 على 360 باي، ضربت ال 10 ب 28 بتروح الصفر مع الصفر تساوي 28 على 36، 28 على 36 باي. بحاول إذا فيها اختصار، فيها اختصار إذا جربنا قسمناها على 2 هاي بتصير 15 × 18 على 2، وهي يعني بنقسم على 2 إنه في أبسط صورة بتصير 14 على 18، 14 على 18 برضو كمان بقسمها على 2، بقسمها على 2، 14 تقسيم 2 7، 18 تقسيم 2 9، إذا بتصير 7 على 9 باي. وهذا الإشي المهم اللي رح يجيك في الامتحان، رح يجيك في الامتحان تبسط لي إياها، هي 7 على 9
بالامتحان بدي اياك تبسط لي اياها، هي انا حكيت امس، بالامتحان بدنا نبسطها لابسط شيء عن طريق الاختصار. اذا عندي انا طول القوس اللي هو ال تساوي 7 على 9 باي بدلالة باي، لكن يجب عليك التبسيط، مهم بالامتحان التبسيط، يعني 8 280 على 360 راحت الصفر مع الصفر، اختصرت قسمت على 2 ورجعت قسمت على 2، بقدر مباشرة أقسم على 4، بقدر مباشرة أقسم على 4، نشوف كيف نقدر نقسم على 4 مباشرة، نختصر الأشياء، مباشرة أقسم على 4، بقسم على 4، 28 تقسيم 4 7، 36 تقسيم 4 9، ولا ننسى باي. إذا قسمت بالتدريج أو مباشرة على 4 تعطيني ال تساوي 7 9 باي. هذا هو المطلوب في الامتحان يا أمس، هذا المطلوب في دلالة باي، لكن يجب عليك تبسيط هذه الكسر. إذا ال اللي هي طول القوس تساوي 7 9 باي طول القوس. بالامتحان بجيب لك قطاع دائري وبحكي لك وجد لي طول القوس، بدي اياك تجيب لي اياه باختصار، لكن بدلالة باي، لكن بدلالة باي. هلا ايش بده الفرع الثاني؟ بده يضيف مساحة القطاع. إذا ب بده مساحة القطاع و A كان بده طول القوس. مساحة القطاع لازم أكون حافظ القانون، A هي مساحة القطاع تساوي الزاوية على 360 ضرب باي R تربيع. بعوض حكينا A تساوي الزاوية عندي 28، الزاوية عندي 28 على 28 على 360 ضرب باي آر تربيع، آر تربيع عندي آر 5 يعني 5 تربيع، وتساوي 28 على 360 5 ضرب 25 باي، ضرب 25 باي. بقوم هنا بعملية الاختصار، بختصرها هون بقسمها على 4 أو زيرو على 4، وهون أيضا بقسمها على 4، بتصير 7 على 90 ضرب 25 باي. 7 ضرب 25، 25 ضرب 7، 5 7 ضرب 5 35، 7 ضرب 2 14، 1 3 17، إذا بتصير 175 على 90 باي على 90 باي. وبكملها إذا بدي على الآلة الحاسبة، بكملها على الآلة الحاسبة، لكن إذا ما في بينها اختصار خلاص بتوقف إلى هنا. إذا بطلب منك الكسر وباي، الكسر بدلالة باي. لهون توقف حصتنا لليوم، بتمنى أنكم تحلوا وتحقق من فهمي صفحة 74 أو عفوا صفحة